انتوا عندكم النهارده بعد ايام او اسابيع هنستلم مبنى مجلس الدوله اللي كانوا واخدينه مننا علشان نجعل منه صرح للمحاماه في قنا، صرح للمحاماه وللاستثمار. هو الان في مكان جيد ومكان في منتصف البلد نقدر نديله قيمه ونعظم اداؤه بغير حدود في الانفاق من اجل ان يحقق او يعظم من عوائده الاقتصاديه ويحقق المنافع للمحامين. النهارده احنا داخلين على مراحل تنميه كبيره جدا. النهارده في هيئه المجتمعات العمرانيه طلب ببروتوكول هيوقع بين النقابه العامه وبين هيئه المجتمعات العمرانيه على تخصيص 500 وحده اسكان مدعوم للمحامين في قنا غرب وشرق، وهننقل هذا البروتوكول الى كل المحافظات اللي فيها مجتمعات عمرانيه جديده.